سعرها مليونين وراها نثية. وراها نثية سعرها مليونين. هذني العدد 8 850 كلهم بيعة واحدة 850 سخول عربيات. السلام عليكم، اليوم الفيديو بجوبة حلال النهروان، هذا الباب مال الدخول، لا تنسونا باللايك والاشتراك، ربي يحفظ الجميع. قناة محمد تي في، جوبة حلال النهروان في بغداد. المعدل انت عمي ابو عماد يا غالي، جميع ايام الاسبوع انفتح الجوبة، والوقفة القوية يوم السبت يوم الثلاثاء، ربي يحفظكم ويرزقكم. هاي 850، هاي سعرها 850. يابا شايفين الف خير، اشتروها ب 850. 850 الف، والله بلاش. شلونك حبيبي؟ صباح الخير العافية، شلون الاخبار؟ منور منور يا ورد، اتشرف بيك حبيبي، منور يا ورد. هذا الفحل ب 500، فحل ب 500، والانعاج النفاية الوحدة على 300. هذا الفحل وحده ب 500 والانعاج الوحده على 300. اليوم الجوبه ما شاء الله خير من الله، ربي يحفظ الجميع. هذا الزوج ب 500، الزوج على 500 وبهم مجال. الوحده على 150 الف، ما عز عربي، الوحدة على 150 ألف كل هالنثاية. بدو راعينا هم عربي، وإحنا كنا عرب يا عمي. حياك الله يا عربي، بعد قلبي الله يخليك. الواحد على 600 ألف يوزن 40 كيلو، الكل في حلة ذني. حلال عراقي نظيف وسمان ما شاء الله ذني. الواحد على 600 ألف يعامل عليهن بهم مجال، مو سعر نهائي، وزن 40 كيلو. هذا الشبش ب 550 يعامل عليه، يعامل عليه ب 550 بمجال. إن شاء الله بالسعر تتمنى يا طيب. هذني العدس 7، 3 فطايم و4 فحلة. الزوج على 450 يعامل عليهن بهم مجال. حلال عراقي مال العماره، مال العماره، وحياك الله يا اخوي وربي رزقك حبيب قلبي ان شاء الله قادم لك. هاي سعرها ب 850 حبيبي. عمو يا ورده تعال هنا، قف يمها، تعال قف يمها هنا. هاي ب 850، هاي وراها نثيه مليونين يعامل عليها بها مجال، بها مجال، بها مجال. وراها نثية هاي مليونين، دابة على كل عيب، من كل عيب. هاي ربي يرزقك ان شاء الله بالسعر تتمناه حبيبي. الله يسلمك. اثنينهم بثلاث ملايين ذني العجول، الواحد مليون ونص. اثنينهم بثلاث ملايين، هاي مليون دينار عراقي، هاي نثية مليون دينار عراقي. هذا العجل مليون وثمانمية يعامل عليه مليون وثمانمية. ايش قد موصل؟ والله تبي ايش رايده؟ نهايته بواحد وميتين، نهايته مليون وميتين من الاخير. ربي يرزقك حبيبي. هذا سعره 850، هذا سعره 850. ايش قد عمره هذا بالامر عليك يا اخوي؟ هذا العمر 8 اشهر. هاي مليون وربع. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ هاي سعرها مليون وربع. يا طيب بتشرب لا دي
سعرها 1.5. بكرة بلادية يا أبا، هاي 1.5 مليون. بكرة بلادية درجة أولى. ربي يرزقك حبيبي. والله جني هاي إن شاء الله. هاي جني. معدل أنت أخوي. ربي يحفظك ويبارك بحلالك. سفينة ما شاء الله خشنة وحلوة. إيش قد جاي توصل؟ توصل 1.3 مليون. إن شاء الله بالسعر تتمناه. بالسعر تتمناه حبيبي يا أخوي. هذا 1.5 مليون بداية السعر بمجال إن شاء الله. بمجال خير من الله. حج العراقي. نهايته ايش قد حبيبي؟ نهايته ب1.25. نهايته 1.25 مليون جاي يوصل 1.1 مليون. ان شاء الله بالسعر تتمناه حبيبي. اخوي شو الاعلام؟ ايش هاي حجي؟ هاي نهايتها 1.7 مليون. هاي 1.7 مليون. وراها فحل، وراها عجل صغير. بس ضعيفه شو ضعيفه شويه. 325 ضعيفه حشيش ما جوع 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 جاب الحلال العراقي تلاحقوا يا بكاتل الجوع. هذا عثر الحيوانيه ايش؟ ان شاء الله بالسعر تتمناه حبيبي. حبيبي واخوي الكبير. شلون سعره حبيبي هاي؟ سعره 500. هاي ب 500 نثيه مو؟ نثيه هاي ب 500. هاي نثيه ب 500. ان شاء الله بالسعر تتمناه حبيب قلبي. اخوي شلونك حبيبي؟ صباح الخير العافيه. شلون اخبارك؟ اثنين هن؟ 980. اثنين هن نثايه؟ ايه اثنين هن نثايه ذني. 980 يا ابو بلاش البلاش. جمس هذا اني مال دوار مال جني ان شاء الله. ربي رزقك حبيبي حياك الله اخويا. شوف هذا مال اللي ابو علاوه وراك. شنو هذا حبيبي؟ هاي 700. هاي سعرها 700. طبعا هاي بدايه الاسعار، اسعار بيها مجال ان شاء الله. معدل انت عمي، هاي خوش لحم بيها يعني تصير قوزي. عاشت ايدك حبيبي. 75. 1.75 مليون مشتريها. تريدها 1.1 مليون. مال خادم للطيبين. لا العفو حبيبي مخدوم ربي رزقك. صباح الخير العافية. شلون الصحة؟ مشتاقين. شلون الأخبار؟ حجينا الغالي مشتاقين لك. الله يحفظك. عيني سولفنا على الحلال العراقي. ربي يرزقكم. وأرقامهم موجودة بالوصف. مليون. هاي سعرها 1 مليون دينار عراقي. طبعا بداية سعرها بيها مجال ان شاء الله. هذني باكير. باكير هذني باكير. هاي بتسعة. هاي ب900. وهاي الثانية مليون. هم مليون. هاي مليون. هاي سعرها 1 مليون. وهاي ب900. وهاي مليون. وهذا ب650. هذا ب650. وين اللي ب650؟ هاي بكر 650. ربي يرزقكم. عين ايش عندك بعد بالدوار؟ بالمحصار ايش عندك؟ خادم لكم عين. شوفنا المحصار ايش فيه؟ هذا يسموه المحصار. عاشت ايدكم. عندك شنو باكير؟ اي 1.150 مليون. اهم شيء الشيخ. اهم شيء الشيخ. تحياتنا لك شيخنا الغالي. شيخ شيخ الجوبه. شيخ الجوبه قصده شيخ الجوبه. عيني هاي الباكير على ايش قد عيني؟ هاي 1.150 مليون. هاي 1.150 مليون. وهاي ب800. هاي ب800. جيب لنا اياهن عيني. اثنين هن ب1 و100. هذن اثنين هن ب1 و100. جيب لنا اياهن. ليه جاي عيني؟ على كيفك. على كيفك يا الحلال حبيبي. على كيفك يا الحلال حبيب قلبي. اي هذن بيش حبيبي؟ 1.1 مليون. نثيه وفحال. نثيه وفحال. منورين حبايب قلبي. وراكم قلب الحب. منورين عيني. منورين غوالي. تعال عيني شيخ ناخذ لك لقطه ويا الحلال. اللي يجيك من طرفي شنو؟ تسهيل امرك عدل. لا من السهل امر الناس رب العالمين. سهل امرك. ربي يرزقكم ان شاء الله. 675. هاي ب 675. هاي نثيه ب 675. الف هاي. شلون سعرها حبيبي؟ حياك الله. صباح الخير العافية. صباح الخير. شلون صحة؟ ابو جاسم الذهب. الله يخليك. الله يخليك. شلون اخبارك؟ الله يخليك. هاي دابة تطلع لها تقريبا 180 كيلو. نعم. سعرها 1.3 مليون. هاي 1.3 مليون. ايه. بال 180 كيلو توزن ما شاء الله. مأمون. صافي هاي صافي ان شاء الله؟ اي صافي. ربي يحفظك حبيبي. مال قيمة. معدل انت حبيبي. الله يخليك ابو جاسم. عيوني. اخوي كبير. عيني هاي العجول عندك؟ لك ذني؟ اي هاي العجول مالها. على ايش قد ذني؟ قصة وحدة؟ لا
لا مو قصه واحده بس نعم. يعني كشيء على شيء متفاوتات بالوزن ايه ها ها. عاشت ايدك شيء على 1,100,000 شيء على 1,150,000 1,100,000 و1,150,000 ايه بهم مجال نهايتين ربي يرزقكم الله يسلمك ابو جاسم عجول خشنه وزمان ما شاء الله لا قوه الا بالله حلال عراقي نظيف على 1,100,000 و1,150,000 اوزانهن متفاوته ايه. يطلع العجل وزنه 120 125 فلق يا هذا ما شاء الله تسلم يا طيب سوينا زحمه عليك اخوي صباح الخير والعافيه غوالي ربي يحفظكم اهلا وسهلا عين ابو جاسم 130 علي تحياتنا للطيبين الجماعة هنا أخواننا يرحبون بالضيوف 100 هلا بيوم جوبة حلال النهروان مناسبة أسعار مناسبة وبالعراق كله الله شاهد رب يرزقكم إن شاء الله على الخير من الله تحياتنا للجميع على راسك حلال أخونا الطيب أبو جنة العامري هاي شلون سعرها؟ هاي 1,150,000 هاي 1,150,000 بكر ما والده بكر هاي ما والده 1,150,000 نعجول على شقد؟ على 1,100,000 على 1,100,000 ذني هذا النعجول على 1,100,000 حلال اخونا الطيب ابو جنة العامري هاي النثيه ب 750 والفحله على 1,100,000 لا لا ذني ذني الصغار الصغار ذني الزراعيات على 800 الواحد على 800 ذني الصغار وهذا ني هذني 1,100,000 هذني 1,100,000 الكبار ذني زراعيات يسموهن على 800 بلادي ربي يحفظكم غوالي وهذا الابيض 1,100,000 هذا 1,100,000 حلال اخونا الطيب ابو جنة العامري رقم تليفونه موجود هذا شلون سعره حبيبي هذا مو لي والله 1,050,000 هذا 1,050,000 هذا 1,050,000 وهذا هذا ب 900 هذا ب 900 ربي يرزقكم 19 عيني هذني عندك اثنين اني حبيبي اثنين هن 1,500,000 بس شوف عاف شنو السالفه هو مال رباط هذني مال رباط ربي يرزقكم حبيبي على ايش قد الواحد حبيب قلبي الواحد على 900 وبمجال خمسة نعجول عجول في حلة ذني خمسة الواحد على 900 وبمجال هاي العجول بجوبة حلال النهروان على 750 الوحدة على 750 هذني الوحدة على 750 ألف العدد أربعة نثاية ذني باكير ذني 1,600,000 باكير ذني هذني باكير نثاية هذني 1,600,000 اثنيناتهن هذني اثنيناتهن 1,600,000 ربي رزقك حبيبي تعبتك وياي لا مخدوم العفو حبيبي العجول على ايش قد هذني العجول على 1,500,000 الواحد 1,500,000 ما شاء الله الواحد على 1,500,000 اثنين هنا في حيل الواحد على 1,500,000 طلع شهر يطلع عجل وما الاقي معدل انت تعال هنا 1,500,000 1,500,000 الواحد ما شاء الله خشنات وسمينات الواحد على 1,500,000 مستمرين وياكم بالجولة بجوبة حلال النهروان هاي الوقفة مال الأبقار خدمة الجميع لا تنسونا باللايك والاشتراك ربي يحفظ الجميع قناة محمد تي في هذا 1,800,000 حياك الله اخوي كبير حياك الله حبيبي شلون اخبارك حبيبي الغالي منور يا ذهب ربي يحفظك هذا 1,800,000 وبمجال دير بالك علي وفقعي اي والله ربي يحفظكم يا بهاي العالم الطيبه بجوبه حلال النهروان تحياتي لكم هذا سعره 1,500,000 هذا 1,500,000 عيني شلون اسعار هندن العجول؟ صار هندن ب 2,400,000 على 1,200,000 الواحد على 1,200,000 اشتراهن اخونا الطيب ابو جنة ان شاء الله تبيعهن بالسعر تتمناه حبيبي شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ صباح الخير العافية هذني مال رباط اي مال رباط العدد أربعة العدد أربعة هذني مال رباط شلون سعر الوحدة الوحدة ب 950 بها مجال الوحدة ب 950 بها مجال ذني مال رباط العدد أربعة منورين حياهم الله حياهم الله الغوالي على راسي على راسي على راسي حمراء 1,100,000
1200 بيها مجال. تعال حبيبي تعال. ذني الوحده ب 950، هاي الحمراء؟ هاي 1,025,000. هاي 1,025,000؟ ايه. هذا باع 200 الا ربع. هذا 2,000,000 الا ربع انباع، بس عدل لنا اياه بلا زحمة عليك. انباع هذا بالخير والبركة على خذا 2,000,000 الا ربع. لا كذا ب 12. هاي 1,025,000 ايه. وهذني الوحدة على 950. ايه. انباع؟ 2 الا ربع. هذا انباع 2,000,000 الا ربع بالخير والبركة على خذا. شايف ايش؟ 200. 1,200,000؟ هاي 1,200,000. بداية سعرها 1,300,000. كصابة. كصابة هاي حتى 1,200,000 بيها مجال همين. وهذا؟ هذا باع 2 الا ربع. هذا 2 الا ربع انباع. وهاي 1,300,000. وبيها مجال 1,300,000 وبيها مجال. وهذا انباع 1,200,000 الا ربع. منورين غوالي ربي يحفظكم. حبيبي شلون سعرها هاي؟ هاي سعرها 2 الا ربع. كصابة هاي؟ كصابة. 1,200,000 الا ربع هاي. بيها مجال؟ بيها مجال. بيها مجال ان شاء الله. هاي 1,300,000. هاي سعرها 1,300,000. عندنا الحوجي شو وين؟ باعت. هاي 1,300,000. حياتنا لك حبيبي مرتضى، دائما الحلال النظيف وجوبة حلال النهروان تلقوه يم اخونا الطيب مرتضى. عين هذا فحل مصر 2,750,000. هذا موصل 1,750,000 ما جاي يبيعوه. ليش نهايته رايدي؟ 825. نهايته 2,825,000 نهايته. أي. من الاخير ما شاء الله خشن كلش وحلو حبيبي الغالي. هاي 9.5 ردها 1,000,000. صابة هاي؟ اي. هاي 1,000,000 نهايتها 950. نهايتها 1,000,000 هاي. وهاي نفس السعر؟ العفو هاي 1,200,000 عبالي نفس السعر. لا هاي 1,200,000. هاي 1,200,000. هذا تم البيع بالخير والبركة على خذا 2,450,000. هذا انباع 2,450,000. شايفين الف خير يا بلاخذو. هذا من غنم العراج اللي يسموه 750,000. فحل مال حلال كلش حلو. فحل مال حلال كلش حلو. من غنم العراج اللي يسموه هذا ما شاء الله فحل كلش حلو مال حلال. شلون سعر الكبوشة؟ الواحد 425. الواحد ب 425. العدد 4. حلال الحج الطيب ابو عماد حج حمد. ارقامهم موجودة بالوصف. اي استفسار اتصلوا على ارقامهم قبل لا تجون. جيت على ذاك هذا ورجين. عاشت ايدك بسم الله. هذا ورجين؟ ورجين. هذا ورجين يسموه. شنو معنات ورجين عمي ابو عماد؟ بلا امر عليك. لا بالعكس. سؤال جميل. نعم. هذا ما مقفز. يعني اول حل يسموه. احسنت. اي. احسنت. هذا ما ينطون به شروط مال الجني. نعم. فيرهم يرهم عقيقة يرهم كذا يرهم ذبح يرهم اكسابة لان صغير بالسن. موفقين ان شاء الله. لحم. اي هو لا اي. بعد خبرة حجي عماد ابو حمد الغالي. عيني. ربي يحفظك. حجي حمد ابو عماد. عيني. عيني. هذا لا. هذا كبش. نعم. هذا اصم ما عند ذان. اي من الله سبحانه. سبحان الخالق عز وجل. بيهن اكر. نعم. بيهن اصار وبيهن اكر. احسنت. خالق عز وجل له حكمة بعد. الواحد على 425. هذني كل. هذني وهذا ايضا وياهن. هذا هم اصار. اصار هذا يسموه. اصار يعني ما عنده اذان. هذني. هذا النمو مال الشمال. نعم. ايه مو ديرتنا. هذا النمو شماليات ذني؟ شماليات. هذا النمو شماليات اخواننا الاعزاء العدد 4. ابو عماد ليش انا مخلي رقم تليفونه تسألوني؟ ليش اخلي ارقام تليفونات عالم وعالم ما اخليهم؟ العالم انا مخلي ارقامهم انا واثق من عندهم. الحمد لله. ينصحون العالم مو قدام ينصحون العالم قبل لا يشترون. نحمد الله ونشكر. تحياتي لك عم ابو عماد الغالي. شلون سعر الزوج ذني؟ الزوج على شقد؟ الزوج على 550 وبهم مجال. هذا
خمسة ونص يعني 550 ذني شماليات الكل انعاج هذني سمان مال ذبح العدد 16 عنده مال ذبح وعنده مال جني شي تريدون موجود شاهد اخواننا الاعزاء سمان هذني ما شاء الله لا قوة الا بالله زوج على 550 زوج على 550 الف وبهم مجال شماليات ذني سمان مال ذبح وهذني ايضا خوات صورنا لكم اياهن ربي يرزقكم هاي مطفل 270 وراها فحل وراها نثية وراها نثية 270 ان شاء الله بالسعر تتمناه يا طيب حلال عراقي نظيف عيني هاي شلون سعرها هاي 250 جني هاي 250 ما جني مع 10 ايش قد عليها شهرين الى 3 شهور عليها هاي حبيب هذني الوحده ب 325 الوحده على 325 الف العدد 6 جني هذني مال جني الوحده على 325 الف نهايتها بها مجال مخلصها قفلهن الوحده على 325 عراجله هاي وهاي من غنم العراجله هاي يسموهن هذني مداريهن راعين مشترين عنده مداريهن معدل انت حبيبي معدلين انت ماعز عربي كلهن معشرات هذني الوحده على 200 الف وبها مجال حلال الحج الطيب ربي يرزقه ويحفظه هذا الماعز العربي معشرات هذني يعني ماخذات فحل ربي يرزقك يا طيب هاي 130 وراها نفية وراها نفية هاي 130 ربي رزقك حبيبي ماعز أفغاني هذا 250 ألف ماعز أفغاني فحل سعره 250 ألف هذا فحل عربي مال حلال 180 الف اي حبيبي شونك يا ورد حياك الله فحل حلو هذا مال حلال ماعز عربي 180 الف هذا ما شاء الله كلش حلو هاي سعرها 350 الف مضربه بافغاني توامه هاي 350 الف وراها نثية وفحل لون ثاية نثية وفحل وراها يا اخواننا الاعزاء ناشدون العلف اهم شيء الثروه الحيوانيه الرئه مال العراق احد رئات العراق الثروه الحيوانيه ادعموها ادعموها يرحم والديكم ادعموهم بالاعلاف هذا 250 الف نور يا غالي فحل خلنا البدايه شونك حبيبي نور يا غالي صباح الخير العافية هذا الفحل شط لك فاز نعم فحل يعني مال مال حلال مال جني هذا مال جني هذا فلوسه 300 جوه 300 هذا جوه 300 250 هي شسعه ربي يرزقك حبيبي ذاك الثاني مدرب بافغاني مدرب بافغاني هذا حتى ذان اطوال ما شاء الله هذا ب 350 ب 350 وفي مجال شروط الجني شط لك فاز بالفحل ياخذوه على الكفاز على مود يطلعون من عنده يعني حلوات ماعز حلو كله افغاني ربي يرزقك هذا عربي على افغاني مخبوط الانعاج همين الانعاج هاي على شقد الوحده على شقد حبيبي هاي على ربع على ربع الوحده الوحده 250 الف وبها مجال بربع يعني 250 250 الف وبها مجال بالخدمه نور حبيبي عمو ويجون يسولون علي وبالخدمه تحياتنا لك حبيب قلبي اخوي طيب ربي يرزقك اخوي هذا النيف 600 الف اثنين هن بحله اثنين هن بحله 600 الف مجال ان شاء الله الحج الطيب ما يقصر ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظك حبيبي ويحفظك يحفظك هذا سعره ب 300 الف شلونك حبيبي شلون اخبارك فحل هذا ب 300 الف في مجال نهايته ب 300 الف ايش قد يوزن هذا تقريبا
20 من 20 الى 22 كيلو. الى هنا نصل الى نهايه الفيديو، اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك، ربي يحفظ الجميع.